الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها صدق الله العلي العظيم قف بجانب عمارة طويلة من 50 دورا من 100 دور ثم انظر إلى أعلى تلك العمارة تجد أنها طويلة جدا مهيبة ثم اصعد بطائرة ومن الأعلى انظر إلى نفس تلك العمارة كم هي صغيرة كم هي دونك ثم اذهب إلى القمر من هناك انظر الكرة الأرضية كلها تصبح دائرة صغيرة لا يتجاوز قطرها 0.5 متر هذا فيما يرتبط بنظر العين هكذا بالنسبة إلى قدرات الأشخاص أحدنا يهتم اهتماما بالغا بقطعة صغيرة من الأرض يملكها 1000 متر 10,000 متر قطعة صغيرة من الأرض الحكام يهتمون اهتماما بالغا بالقطعة الصغيرة من الأرض التي يحكمونها التي لهم شيء من السلطة عليها 100,000 كيلومتر 1,000,000 كيلومتر 1,000,000 كيلومتر هذه حدود قدرة الحكام
أكثر أقل، قطعة صغيرة من الأرض. وليست لهم سلطة عليها، شيء من السلطة. كم يهتم الإنسان بهذه القطع الصغيرة من الأرض. العياذ بالله، الشخص لأجل هذه القطعة الصغيرة من الأرض يعصي الله عز وجل. يعني هذه القطعة الصغيرة من الأرض أخذت مجاميع قلبه. لأن حدود الإنسان هذه حدود قدرته سلطته. ولكن ملك من الملائكة وهم بمليارات المليارات وأكثر، يتمكن أن يأخذ هذه الكرة الأرضية كلها ويرميها بكل سهولة إلى مليارات الكيلومترات. الكرة الأرضية عند ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى ككرة صغيرة أرميها بإصبعي. ولذا الملائكة لا تهتم بهذه الكرة ولا بهذه النجوم ولا بهذه الأفلاك. قدرتها كبيرة جدا بالنسبة إلينا. ولا ننسى أن الملائكة تأخذ قدرتها وأوامرها ممن هو أعلى منها، والأعلى يأخذ ممن هو الأعلى، وهكذا درجات كثيرة جدا إلى أن ينتهي الأمر إلى سادات الملائكة. كل قدرات هذا الكون مجتمعة عند سادات الملائكة التي تدير كل هذا الكون. وسادات الملائكة تأخذ قدراتها وأوامرها من سيد خلائق هذا العصر، الإمام الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر. الملائكة بتلك الدرجات من العظمة، بتلك الدرجات من القدرة، بتلك الدرجات من النزاهة والعصمة، تنتظر سنة كاملة، تتطلع سنة كاملة، تتشوق سنة كاملة إلى أن تأتي ليلة القدر، حتى تتشرف الملائكة في ليلة القدر إلى محضر ولي الله الأعظم. هذه الملائكة المقتدرة، هذه الملائكة العظيمة، هذه الملائكة المعصومة النزيهة النظيفة، تنتظر سنة كاملة. وأنا الصغير الضعيف الحقير الذليل، هكذا عشوائيا أتوقع أن أتشرف بلقائه. يمكن؟ ثم من بعد آخر، أحد كبار مراجع التقليد أدام الله ظله سئل
عن سبب حرماننا من لقاء حجة الله. أرواح العالمين فداه. في الجواب ذكر مثالا خلاصته أنك جالس في دارك، دار جميلة، دار نظيفة، لا توجد فيها الأوساخ، لا يوجد فيها حتى الغبار، نظيفة جدا. الباب يطرق، تذهب إلى الباب، تفتح الباب، وإذا بشخص على الباب على رأسه القذارات، على كتفيه أجلكم الله النجاسات، على ملابسه الأوساخ، في يديه ورجليه عقارب، أفاعي، ضفادع، رائحة كريهة تفوح منه، يستأذنك، يريد أن يدخل إلى دارك النظيفة الطاهرة، تسمح له؟ بالطبع لا تسمح له، لا تسمح له أن يطرق الباب مرة ثانية. أسألكم، هل توجد في هذا العالم ساحة قدس أطهر وأنظف وأنقى من ساحة قدس بقية الله الأعظم؟ ثم أسأل سؤالا آخر، هل نقينا قلوبنا من الأوساخ؟ هل نظفنا أعضاءنا من الذنوب؟ أليست الذنوب أقذر من جميع القذارات؟ أليست الذنوب تصدر رائحة نتنة كريهة؟ هذه الرائحة الكريهة يدركها ويشمها المؤمنون الخلص، فكيف بالملائكة؟ فكيف بالإمام؟ أرواحنا فداه. رائحة كريهة تصدر. لعل الناس العاديون، لعل الناس العاديين لا يشمونها، أما المؤمن الخالص يشم رائحة كريهة. نظفنا أرواحنا، نقينا نفوسنا حتى ندخل إلى تلك الساحة الطاهرة، حتى نلتقي بذلك الشخص الأطهر على الإطلاق. نحن أملنا بكرمه، أملنا بلطفه وعطفه، لا شك لو أراد صلوات الله عليه أن ينظر نظرة من الأعلى إلى من هو دونه لما تشرف أحد بلقائه، ولا ملك، لأن كل الخلق دونه. هو ينظر بلطفه، ولكن الأمر بحاجة إلى شيء من التهيؤ أم لا؟ ينقل أن أحد العلماء الأتقياء كان يتردد لفترة طويلة إلى السرداب المقدس في حرم الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهما. طبعا تعلمون البعض يسمي ذلك السرداب سرداب الغيبة، هذه التسمية غير صحيحة. الإمام أرواحنا فداه ما غاب في ذلك السرداب، الإمام أرواحنا فداه منذ الولادة كان غائبا عن أعين الناس، ولد غائبا. إنما هذا السرداب
جزء من دار الإمام الهادي والعسكري وصاحب الأمر أرواحنا فداهم، جزء من دار أقدس المقدسين، من دار أطهر الخلق. طبعا يكون السرداب مقدسا، محل عبادة الثلاثة من المعصومين، كم يكون مقدسا. هذا العالم العابد كان يتردد إلى السرداب المقدس لفترة طويلة، يدعو الله سبحانه وتعالى، يتوسل، يتضرع، يتعبد لحاجة واحدة، لا يطلب أي شيء آخر. كان يطلب أن عينيه تنور بلحظة من لقاء مولاه، كان يطلب أنه يتشرف للحظات بمحضر إمام زمانه، كل حاجته هذه الحاجة فقط. مرت فترة وما تشرف. ذات مرة كان مشغولا بالعبادة، غارقا في العبادة، منقطعا كل الانقطاع، والله عز وجل يعرف ما في القلوب، بالفعل انقطاع تام، بالفعل منقطع عن الدنيا كليا، لا يريد شيئا في هذه الدنيا إلا هذه الحاجة فقط، وهو غارق في العبادة، في الانقطاع إلى الله عز وجل. مرة علم أن الإمام أرواحنا فداه الآن يدخل، ما أحس، ما كانت حالة إحساس، حالة علم يقين. من أين يكون هذا العلم؟ كيف هو تأثير وجود الإمام في مكان؟ هذا له بحثه. علم علم اليقين أن الإمام أرواح العالمين فداه الآن يدخل، يقول بمجرد ما علمت بذلك مرة واحدة رأيت نفسي خارج السرداب، من دون اختيار، هيبة اللقاء جعلتني أخرج من السرداب من دون اختيار. عالم متقي يدرك أن هذا اللقاء له هيبته، ليس كل شخص يكون مؤهلا لهذا اللقاء، وأنا بما في من دون أي سعي لتطهير هذه النفس أتوقع اللقاء. نعم، الأمل بكرمه كبير 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 جدا، من الممكن؟ كرمه شامل، كرمه شامل لأبعد الناس، ولكن أين أنا؟ أين سعي؟ إخواني الكرام، أخواتي المكرمات، إن كنا لا نطهر نفوسنا، لا ننقي أرواحنا لأجل أنفسنا، أقول لنطهر نفوسنا وأرواحنا لفرحة مولانا. أنتم مؤمنون، تعلمون أن أعمالنا تعرض على الإمام في كل يوم مرتين،
تعرض أعمالنا عرضا إجماليا على الإمام. في كل أسبوع مرتين في يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض أعمالنا عرضا تفصيليا على الإمام. الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون في هذه الآية المباركة مفسرة بأئمة أهل البيت الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. ورد في الروايات الشريفة أن الإمام عندما يرى في سجل عمل المؤمن عملا سيئا يحزن. أنه إذا رأى عملا صالحا يفرح. لو لم يكن أي أثر لأعمالنا الصالحة، لو لم يكن أي أثر لصفاتنا لتنظيف قلوبنا ونفوسنا، إلا أن الإمام يسر والله يسوى، والله يكفي. فكيف وأن هناك آثارا كبيرة جسمانية وروحانية دنيوية وأخروية. أنا لا أقول الإنسان يصبح ملكا مقرب، أنا أقول الإنسان يسعى، الإنسان يبرمج. إخواني، نحن للتوافه من الأمور نبرمج ماذا نأكل، نبرمج ماذا نلبس، كيف نسافر، توافه، توافه الدنيا. المريض، نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى، المريض يبرمج كي يحصل على صحته، ترجع له عافيته، لا بأس، لا إشكال. ولكن هل يبرمج كل واحد منا لتطهير نفسه؟ إزالة الصفات السيئة من النفس أهم من إزالة الأمراض الجسمانية من الجسم، واضح؟ هل نبرمج لإدخال السرور إلى قلب مولانا؟ نبرمج لهذا الشيء؟ نفكر في هذا الشيء؟ كما نفكر لملابسنا، لطعامنا، لذهابنا، لإيابنا، لسيارتنا، لدارنا. الإنسان يسعى لتطهير هذه النفس، شيء من السعي على الأقل. الأيام أيام عظيمة مباركة، كل أيام السنة مرتبطة بمولانا صاحب الأمر أرواح العالمين فداه. هو إمام الزمن، يعني إمام الأيام، إمام الأشهر والسنوات، هو صاحب العصر. هو حجة الله على كل شيء. لا تخص أيام خاصة به، كل أيام أيامه. ولكن هذه الأيام أيام مولده الشريف، الذكرى العطرة السعيدة. المباركة لمولده الشريف.
في هذه الأيام لا ننساه من الدعاء، لا يلزم أن لا ننساه من دعائنا في أي يوم، دائما يلزم أن تلهج ألسنتنا بذكره، أن لا يغيب عن قلوبنا كما نحن لا نغيب عنه، وذلك لطف عظيم منه، وهذا واجب صغير منا. إنا غير مهملين لمراعاتكم، هذا اللطف العظيم، ومن قبلنا أقل الواجب ألا ننساه، أقل الواجب أن ندعو له وهو في غنى عن أدعيتنا. هذا الدعاء أيضا لنا، دعاؤنا بتعجيل فرجه الشريف دعاء لأنفسنا، لا أقول ندعو لأنفسنا بتعجيل فرجنا بقدومه، لا، ندعو بتعجيل الفرج له، ولكن هذا الدعاء لنا في واقعه، فإن فيه فرجك فرجكم، لعله مضمون العبارة، وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن فيه فرجكم. ولكن في هذه الأيام المباركة نوصل اسمه، صوته، ذكرى مولده إلى الناس كيفما يتمكن الإنسان. بعض المؤمنين، كثير لعله من المؤمنين، يعملون عملا صالحا جيدا، سنة حسنة في أيام مولده الشريف، يعقون عنه العقيقة، هذه سنة محبوبة فيها ثواب عظيم. طبعا العقيقة للإمام من الممكن أن يأكله أي شخص، فقيرا أم غنيا، صديقا أم قريبا، لا فرق، العقيقة عن الإمام، الذي يتمكن يعق عقيقة واحدة، الذي يتمكن أكثر، الذي لا يتمكن يشترك في عقيقة للإمام. هذه أعمال حسنة مباركة، ولكن الأهم من كل ذلك المشي على صراطه وعلى صراطهم، الائتمار بأوامرهم، الانتهاء عند نواهيهم، السعي ولو قليلا، ولو قليلا جدا، أن نطهر أنفسنا، أن يكون يومنا أفضل من أمسنا، أن يكون يوم غد أفضل من اليوم ولو قليلا جدا، ولو نصف خطوة، ولو عشر خطوة، الإنسان يرتقي، يحسن صفاته، يحسن أعماله. هذه أهم هدية نقدمها له، والأثر لنا. أبارك لكم ذكرى مولد سيدنا أبي الحسن علي بن الحسين الأكبر سلام الله عليهما، وأبارك لكم الذكرى السعيدة العطرة المباركة الميمونة لمولد بقية الله الأعظم قطب عالم الإمكان،
سيد خلائق العصر، صاحب الأمر، إمام الزمان، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى بحقه، ببركاته، بلطفه، بكرمه، أن لا يفرق بيننا وبين مولانا طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. الله اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.